قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأيام القليلة الماضية شهدت تكثيفا لهجمات كييف، خاصة على خط المواجهة الذي يمر عبر منطقة زابوريجيا، دون أن تتمكن من تحقيق أي نجاح. نؤكد أن القوات الأوكرانية كثفت هجماتها المضادة في الأيام الأخيرة. أهم المواجهات كانت على جبهة زاباروجيا، لكن بدون أي تردد أؤكد أن جنودنا كبدوا العدو خسائر فادحة وتمكنوا من تدمير الكثير من المعدات العسكرية الأوكرانية، من بينها 26 دبابة. لم يحقق العدو أي نجاح في هجومه المضاد على أي جبهة، كل محاولاته فشلت مع الكثير من الخسائر.